تسمحوا لي واش واش ديال اليوم النهائي الحفل الختام واش دين ولا لا؟ ليتس جو. المهم الشباب يلا دخلت الفندق. بغيت نقول لكم اول حاجه شكرا لجميع الناس اللي صوتوا عليا. ثاني حاجه السبب علاش ما ربحناش وانا باقي ما لقيناش النواه، باقي الفرقه خاصها نواه. دابا من المفروض راه ما ربحتش مسابقه خصني نكون معصب، كتبان لي هاد اللعيبه كيديروها في الافلام. او ماي جاد شيت. واه حسنت قلتولي بس داك الشيء غانزل تما غنمشي دابا نمشي نقلب عليه من راه قلناش على قبلكم جيبوا واخا صافي خويا على خاطركم انا غنمشي نقلب عليه. حشمة نهضر معاكم سي فغي متفيا الحال ولكن ما عندي ما ندير الان لان اما الموسم بطاطا كيف يكونوا. شكرا لكم درتو معايا الجهد ديالكم سي 98% على الربح باسكو شفت كنت كنراقب وكنت كنشوف كلشي مي ما عرفتش التساؤل كيبقى مطروح. الله اعلم ولكن اهم انني جيت وصلت نصف نهائي صوتوا عليا وصلتوني لهنايا هذا هو اهم حاجه في نصف النهائي كمغربي جيت باللباس التقليدي المغربي جيت برايات المغربيه ديالي وريتها للناس كاملين على شرف ليا كواحد وصل نصف النهائي اهم شيء الحمد لله اللي مكتملو وهذا الشيء ما غيوقفش هنا ما غنزيد نعطي ان شاء الله كل ما هو افضل. الله يحفظكم. انا في 2021 فاش جيت باش نكون مذيع في الجزيرة المباشر احمد الدسوقي هو اللي عمل لي التيست يعني هو اللي اختبرني مرتين ماشي ونجحت في الاختبار. ان شاء الله محمد عنده قبول رائع وعنده كاريزما وموهبه الاعلامي طالعه يعني تظهر عليه. محمد من الوجوه اللي الواحد بيستريح لها لا طلع الكاميرا وبتسرق الكاميرا على طول بحيث انه يدخل القلب على طول. الله يبارك فيك. هادشي ما كانش كيقولوا لي فاش كنت مذيع يعني. يلا محمد الله يبارك محمد ليكون مذيعا ولد ليكون موهوبا وكل ما هو مغربي جميل. الله يبارك فيك. ان شاء الله لك مغربي. اوكي المهم هذه المسابقه النتائج ديالها غادي تكون اليوم ان شاء الله. المهم ربحنا ولا ما ربحناش الرايه خصها تهز وصافي. المهم هذه غادي نديها معايا. المهم هو هذه الرايه ديال البلاد تهز وصافي. تعرفنا على ناس واستفدنا ودوزنا وقت مزيان ودابا ان شاء الله غادي نمشيو ان شاء الله باش غادي يعلنوا على النتائج في واحد المكان اخر ماشي هنايا. وواحد الحاجه اخرى الا بغيتوا تشوفوا يعني البث المباشر ضروري خصكم تدخلوا على التطبيق هذا وما قالوها لينا دونك ما كاينش شي بلاصه اخرى تشوفوا منها يعني البث المباشر ولكن غادي نقول لكم كلشي ان شاء الله في ستوريات ونتمنوا خير ان شاء الله. مهم هي المشاركه وكلشي على هذه هي. شوفوا كي دايره. يا سلام كي جاتكم هادي عاوتاني ناضيه. المهم هادي هي اللبسه كان على وجه التميز حتى صارت قبله يعيش اليها الراغبون في كتابه التاريخ منذ ان دونك غادي يعلنوا على الفائز في كل كاتيجوري كنظن غادي يبداو دابا في كاتيجوري الصغار باش نشوفوا ان شاء الله تكون هذا خير. شوفوا واش راه هدايا غادي نقدموا دروك راه لي زارتيست جالسين. شوف الحطه فلو عمو نور الدين مع عمك تهرب. عمو نور الدين عمك تهرب عليا فين ما مشيتي راني تابعك وقاسم راني نتسنى فيه. انا شوف انا حداكم ولكن جيران باش في الحقيقة بارتو. بس جيران بارتو هو شوف هما في الطبلة حدايا وهذا حدايا
الجيران فاش ما بغيتي فاش ما بغيتي فاش ما بغيتو سيد هادي ما شوف تابعين تابعين لا تابعين لا مالكم اصاحبي لازم نجمعو واحد اخر ما يمكنش والله اخويا احنا هنا احنا راه جالسين هنا احنا احنا واحد والله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حفل روعة. هاي سناب شات كيفكم شو الاخبار ان شاء الله تكونوا تمام. طبعا مبين علي كثير كثير تعب عم حاول لحق صور لكم بس ما عندي نت وما عندي تشارج لانه على عجقة ما بعرف كيف سافرت ان شاء الله دقيقة بس لانه منيح. المهم كيفكم شو الاخبار ان شاء الله تكونوا تمام. طبعا اليوم اليوم المنتظر لهلا رايحة اعمل شعراتي و اعمل شعري وبس اعمل ميك اب عيوني انا حاعمل البيس انا حاعمل كل شيء المقاطع خلونا نروح لحق لانه كثير تاخرت باي. اسمعوا كان اني لحق لكم نزلكم المخططات اللي قلت لكم عنها بس ما قدرت لانه بسرعه كنت بدي هبة 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 حايصة حايصة وهو مع من أبرز الممثلين في مع جون كلود فان دام وطبعا اللي كان أصلا بالمكياج وكذا ما راح تعرف الآن وراح يتعسل تستحضر الممثلين على الثقافة الكبير هاي 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 شفتوها؟ ديكا ها دلة تقعد عرفتوها بس غيس ما عارف وينهم صراحة لهلا هون ما نعرف حدا من بلد بعرف على هاي الصبية بس مو كتير وهون هبوشة هون دندونة هون محمد على السناب وهون هبوش وهون أهل الحلوين اللي هون وهيك هيك عايشين الأجواء كمان هون في مغاربة وجزائرية كمان هلأ مرشحين المش تعرفوا شو إنه حاطين المنافسين مع بعض شو صعبة طبعا المكان جدا واو لانه عم بيطل على يعني اذا بوجيكم هاي اجا غيث شفتوا لغيث هيو هيو هاي ساره وين استنوا يا هيو هاي ساره